اعترف الرئيس الإيراني حسن روحاني باستفحال عدوى الفيروس في بلاده وأشار روحاني إلى احتمالية بقاء الوباء في إيران لأشهر أو عام وربما عامين. وفي وقت سابق قالت مواقع إيرانية إن شقيق الرئيس الأسبق والزعيم الإصلاحي محمد خاتمي أصيب بفيروس كورونا، فيما ارتفع إجمالي الوفيات إلى 2517 حالة وفاة. إلى ذلك، كشف المتحدث باسم الخارجية الإيرانية عباس موسوي عن أن الاتحاد الأوروبي خصص مساعدات مالية لبلاده لمكافحة كورونا الجديد، داعيا الاتحاد الأوروبي إلى لعب دور أكثر حزما في التحولات العالمية. وتطالب أوساط إيرانية سياسية كثيرة الاتحاد الأوروبي بالضغط على واشنطن من أجل رفع عقوباتها عن طهران. إيران بين أزماتها الاقتصادية وتفشي فيروس كورونا، وعلى وقع حصار اقتصادي أمريكي، لا تزال تمسك بشعرة معاوية لمحاولة النجاة من أزماتها من خلال وضع صحي وإنساني تعيشه، حيث صرح الناطق باسم وزارة الصحة الإيرانية أن عدد المصابين زاد عن 38,000 مصاب، بالوقت الذي توفي 123 خلال 24 ساعة الماضية. إن إجمالي عدد الوفيات من فيروس كورونا وصل ما يزيد عن 2600 شخص، منهم 123 خلال 24 ساعة الماضية، بالوقت الذي وصل عدد المتعافين إلى ما يقارب 1200 شخص. طهران عبر وزير خارجيتها محمد جواد ظريف هاجمت الولايات المتحدة الأمريكية متهمة إياها بالتحول من سياسة التخريب والعنف إلى ما أسمته بالإرهاب الاقتصادي في ظل تفشي فيروس كورونا في بلادها، حيث كان قد كشف الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الإيرانية عباس موسوي أن الاتحاد الأوروبي خصص مساعدات لإيران لمحاربة فيروس كورونا، إضافة لإرسال مواد طبية وصحية، مطالبا أوروبا بلعب دور أكبر في التحولات العالمية. الأمر الذي أكده حمود واعظي رئيس مكتب الرئيس حسن روحاني أن الجهاز الدبلوماسي للبلاد تمكن من فتح المزاعم الأمريكية حول الاهتمام بأرواح وسلامة المواطنين الإيرانيين، معتبرا أن بلاده تحارب الحصار الأمريكي وفيروس كورونا بذات الوقت.